الآن مشاهدينا إلى هذه الجولة لأبرز ما تناولته الصحف الأمريكية بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل لليوم الأحد، أي بعد الضربة التي حصلت يوم السبت أو الأحد صباحا. نبدأ هذه الجولة بمقال بصحيفة دي نيويورك تايمز تحت عنوان بايدن يسعى إلى تجنب التصعيد بعد الدفاع الناجح عن إسرائيل. قالت الصحيفة في هذا المقال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل على أمل تجنب المزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة نصحت إسرائيل بأن دفاعها الناجح عن الضربات الجوية الإيرانية قد يشكل نصرا استراتيجيا كبيرا قد لا يتطلب جولة أخرى من الرد. وأيضا أضافت دي نيويورك تايمز بهذا المقال الذي كتبه بيتر بيكر بأن الصراع بين إسرائيل وإيران في هذه الفترة يشهد توترا كبيرا بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أن هدد الأخير الرئيس الأمريكي بالسابق بإعادة التفكير بدعمها، أو بعد أن هدد بايدن بإعادة التفكير بدعمه للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في حال لم يبذل نتنياهو المزيد لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. أيضا نبقى مع صحيفة دي نيويورك تايمز ونقرأ مقالا آخر تحت عنوان هجمات إيران تجلب حرب الظل الطويلة مع إسرائيل إلى العلن. وجاء في هذا المقال أن إسرائيل وإيران خاضتا لعقود من الزمن حرب ظل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تبادلتا الهجمات البرية والبحرية والجوية والفضاء أيضا الإلكتروني. قالت The New York Times في هذا المقال لكاساندرا فينوغراد بأن وابل الطائرات من دون طيار والصواريخ التي أطلقتها إيران التي على إسرائيل كانت بمثابة نقطة تحول في هذا الصراع، حيث أن هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها إيران إسرائيل بشكل مباشر من أراضيها من دون تدخل أذرعها في المنطقة. ننتقل إلى The Washington Post التي نشرت مقال عن هذا الهجوم، وبسؤال هذا المقال لماذا هاجمت إيران إسرائيل؟ ماذا تعرف عن هذه الضربات وأيضا عن الرد الأمريكي؟ الصحيفة في هذا المقال للمشترك لنيها مسيح وجينيفر حسان بأن إيران أطلقت أكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ كروز وصواريخ باليستية في أول هجوم عسكري واسع النطاق على إسرائيل من قبل طهران. نختم هذه الجولة مع بلومبرغ ومقال تحت عنوان القصف الصاروخي الإيراني كان خطأ يمكن لإسرائيل أن تستفيد منه. وفي هذا المقال للكاتب مارك تشامبيون الذي قال فيه بأن الهجوم الإيراني منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفرصة لتغيير ما وصفها بالكارثة الاستراتيجية والعزلة الدولية بسبب الفترة الأخيرة وتداعيات الحرب في غزة. أيضا يضيف الكاتب بأن الهجوم الإيراني على إسرائيل خلق نافذة يمكن لنتنياهو من خلالها أن يبدأ بإعادة تركيز الاهتمام الدولي على ما تقوم به إيران وحماس بدلا من التركيز على ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من سياسة التجويع وغيرها. ونختم مشاهدينا هذه الساعة الأولى من الحرب الإسرائيلية بمشاهد تصدي القبة الحديدية على إسرائيل وإعلان الجيش الإسرائيلي أنه تصدى ل 99% من المسيرات والصواريخ. نلتقي على رأس الساعة الثانية، ابقوا معنا.